إلى شأنها السياسية الآن، اختلفت آراء الطبقة السياسية حول مشروع قانون الانتخابات، فبين موالاة ترحب بإنهاء حالة الفوضى، اتهمت المعارضة السلطة بمحاولة فتح طريق أمام أحزابها لاحتكار المؤسسات. يقول عادل زيدي وهشام شريف. مشروع قانون الانتخابات الجديد شكل مادة دسمة لدى العديد من الأحزاب السياسية، كما أصبح حجرة عثر لدى الأحزاب المجهرية. إعلان الداخلية عن مشروع قانون ينظم الانتخابات غير الكثير من المفاهيم لدى الطبقة السياسية التي دخلت في رحلة البحث عن التموقع وإعلان جادتها للامتثال لما يتضمنه القانون. اليوم هذا القوانين اللي جابوها هي قوانين مجحفة، قوانين قاسية، قوانين لم تعطي الحق للأحزاب الصغيرة باش تنظم نفسها. من المفروض الشروط التي جاءت في قانون الانتخابات تطبق على الأقل بعد العهدة، بعد الاستحقاقات القادمة، أما أنك تطبقها اليوم بخلسة بطريقة تاع السراق فهذا شيء غير مقبول. جل الأحزاب تصطدم بقانون الانتخابات التي أملته نتائج تشريعات 2012، هي معطيات أجبرت السلطة على مراجعة حساباتها، قوانين تشتت الأحزاب وأحدثت سجال بين الموالاة والمعارضة حول مضمون القانون. يعني الإنسان اللي ما قدرش يجمع 4% من عدد الناخبين فكيفاش ينخرط في عملية سياسية بحجم التمثيل؟ ربما هذا هو القصد من 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 أو الهدف من المشروع. الصيغة القانونية الجديدة فرضت على الأحزاب الدخول في معترك المنافسة لتحديد من هو الحزب ومن يتاجر باسم الأحزاب.